أكثر من 7000 يمني عالق في ماليزيا. لماذا ترفض مفوضية اللاجئين منحهم حقوقهم الإنسانية رغم مرور سنوات على وضعهم بهذا الشكل؟ وأين دور الجهات الرسمية في التخفيف من معاناتهم الإنسانية؟ أهلا بكم. منذ الانقلاب واندلاع الحرب في عام 2014 شهدت البلاد موجة نزوح وهجرة كبيرة داخل وخارج اليمن. نسبة كبيرة من هؤلاء ذهبوا نحو ماليزيا كونها لا تشترط استخراج تأشيرة لدخول أراضيها. من ضمن آلاف الساكنين في ماليزيا من اليمنيين، قدموا أكثر من 7000 يمني طلبات لجوء إنساني لفرع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة هناك. يشكو هؤلاء من أنهم لم يحظوا بأي رعاية إنسانية أو أي حق من حقوق اللاجئين المكفولة في القانون الدولي، بالإضافة إلى وجود تعقيدات قانونية ماليزية تمنعهم من العمل أو التطبب أو تعليم أطفالهم. ونحن هنا نتساءل، لماذا توقفت طلباتهم في الأمم المتحدة؟ لماذا لم يعطوا حقوق اللاجئين من قبل المفوضية أسوة بغيرهم من مواطني دول العالم؟ من يقف مع المواطن اليمني في المهجر بعد أن شردته الحرب والفوضى من بلاده؟ ولم يوصلنا أي شيء، لا إعادة توطين، لا حقوق، لا سكن، لا عمل، لا دراسة الأطفال ولا شيء. جالسين زي ما أنت شايفين، نبيع سمبوسة وخايفين من الحكومة تطب علينا. خالد غيلان واحد من آلاف اليمنيين الذين غادروا البلاد هربا من جحيم المعاناة وبحثا عن ملاذ آمن في ماليزيا. أكثر من 7000 لاجئ يمني هنا، وصل أول واحد منهم في العام 2008 وتم تسجيله كأول لاجئ يمني في ماليزيا. تزايد تدفق اليمنيين في 2011، ومع اندلاع الحرب في اليمن نهاية 2014 نزح الكثير من اليمنيين إلى الخارج واستقر بهم الحال في ماليزيا، آخر البلدان المفتوحة أمام اليمنيين والتي لم تفرض أي قيود أو شروط لاستقبالهم. ومن تعذرت إقامتهم في أي من الدول الأخرى انتهى به المطاف هنا في جنوب شرقية آسيا. وليس لدينا أي حقوق ولا مراعاة ولا تعليم ولا صحة ولا سكن ولا شيء، ليس لدينا أي حق من حقوق اللاجئ. قدم معظمهم اللجوء عبر مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، غير أن معاناتهم لم تنتهي، تقطعت بهم السبل وتفاقمت معاناتهم أكثر بعد تسجيل اللجوء. لم يحظى اللاجئون اليمنيون في ماليزيا بأي حق من الحقوق التي تمنحها المفوضية لبقية اللاجئين في الدول الأخرى، كحق إعادة التوطين والتعليم والتدريب المهني والتأمين الصحي. لا يستطيع اللاجئون اليمنيون مزاولة أي عمل، فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تمنحهم تصاريح للعمل، كما تمنعهم القوانين الماليزية أيضاً من مزاولة العمل وتعليم أطفالهم في المدارس، فالحكومة الماليزية ليست جزءاً من اتفاقية جنيف للاجئين ولم توقع عليها. إقامة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، هذا كل ما منحتهم إياه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهي لا تمنحهم أي حق ولا أي ضمانات. أقفلت الأبواب في وجه اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، ويعيش الكثير منهم ظروفاً إنسانية بالغة السوء، ما يضعهم بين خيارات صعبة، بينها العودة إلى الجحيم الذي هربوا منه. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر السكايب من كوالالمبور في ماليزيا، وليد الفقيه الناشط في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين اليمنيين في ماليزيا. أرحب بك سيد وليد. بداية دعنا أو احكي لنا قصة اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، ما هي التفاصيل لديك حول موضوع اللاجئين هناك؟ أولا أشكركم على التي جعلتمونا فيها ننقل معاناه اللاجئين اليمنيين في ماليزيا. بداية المعاناة هي تسجيل في اللجوء في المفوضية، من حق
اي انت في اي دوله ان يخرج من بلده ويسجل لجوء في مكتب المفوضيه، ولكن في مقابل ذلك يحصل على حقوق، على حقوق تلاجئ الاعتراف به. اثنين، ادخال ملفه في اعاده الصوت. حق التعليم وحق التدريب المهني له كرجل يريد العمل او راغد المهنه المعينه، وحق التامين الصحي قد يقيه من الامراض، قد يقيه من وحق العمل بامان كتصريح عمل. لانه سجلنا لجوء ومن 8 لا نملك اي حق، ولا زالت حلقات اليمنيين ار اس سي، ودائره ار اس سي هذه هي دائره طرد. طبعا نحن نشكر الحكومه الماليزيه، الشعب الماليزي لاسقاط منها عايش بدون اي اشكاليه والحمد لله، لكن مشكلتنا هي مع المفوضيه وملفها المغلق لليمنيين، حيث ان يعني ملف اليمنيين نعم. تفضل. ملف اليمنيين منذ عام 2008 لم يفتح ولم ينقل اي من اسماء اليمنيين، وهم قرابه 7000 تاجر الى برنامج دعايه الصوت. يعني الدول الاخرى يسافروا الى استراليا، الى دول قابله للاغلاق، لم يسافر اي يمني، اي يمني منذ عام 2008 حتى يومنا هذا. ايضا لدينا حالات لفاعلين الخير من رجال الاعمال جزاهم الله تعليم ابناء اللاجئين، تكفلوا بدفع تكاليف هؤلاء الاطفال ورموا من التعليم. في شريحه اخرى لم يستطيعوا التامين الصحي. لدينا حالات مصابة بفشل الكلوي، يعني المفوضية لم تعيد أي طيب سنكمل الحديث عن هذه المواضيع بشكل مفصل أكثر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ وليد. أرحب بمن تنضم إلينا أيضا عبر سكايب من كوالالمبور، الدكتورة لينا خالد، الناشطة أيضا في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين اليمنيين في ماليزيا. أرحب بك دكتورة، أرحب بك إذا. دكتورة، بداية هل لديك يعني هل هناك إحصاءات حول عدد مقدمي طلبات اللجوء في ماليزيا بشكل عام؟ السلام عليكم. من على الأمم المتحدة في ماليزيا منهم من استلم بطاقة اليو إن، استلم بطاقة اليو إن أي معهم بطاقة الموعد اللي من خلال لحد ما يستلموا البطاقة في ماليزيا. دكتورة لينا، طيب يعني في سياق الحديث عن أبرز المطالب، يعني الآن ما هو وضع الناس هناك؟ كيف أساسا دخلوا إلى ماليزيا؟ كيف وضعهم القانوني هناك؟ هؤلاء الذين قدموا طلبات لجوء لدى المفوضية. أوكي، زي ما نعرف إنه بداية الدخول لماليزيا تقول انك داخل فلاجئ، لانه مستحيل حيدخلوك من مطار كوالالمبور، بس كل اللاجئين اليمنيين بيدخلوا على ماليزيا بفيزا سائح اللي هي مدتها 3 شهور، بعد يكون اليمني فرصه انه يجدد مع الشركه، غير ما يقدر يجدد. طبعا المنظمه مستحيل تكون في الاقامه، لازم كل الجوازات تكون اوبر سيف ألاجئ في البداية. بعد ما
من جوازك او اقامتك من طيب دكتوره دكتوره الصوت غير واضح، الزملاء في الكنترول سيحاولون اعاده التواصل حتى يكون الصوت بشكل اوضح. الى حين ذلك اعود اليك سيد وليد، يعني في سياق الحديث عن كما سالت الدكتوره دينا، كيف دخل من قدم يعني الان اللاجئون الذين او من قدم طلبات لجوء الان وهم متواجدون في ماليزيا، هل لنا ان نعرف كيف دخلوا؟ كيف هو وضعهم اساسا الان بداخل ماليزيا؟ على اي اساس هم مقيمون هناك او هم مقيمين هناك؟ طبعا الدخول الى ماليزيا، هي ماليزيا دوله محبه للجميع ومانحه تاشيره فقط، يعني ليست صعوبات الدخول. دخلوا الناس يعني كزياره لماليزيا او كسياحه، ثم انطلقوا الى مكاتب اليو ان وتسجيل فيها كلاجئين. بالنسبه لمن لا يستطيعون تكاليف الاقامات، شروط الاقامه هنا في ماليزيا شروط يجب ان يكون للانسان يعني مؤسسه او شركه حتى يحصل على دراسه كطالب يعني في جامعه يحصل على اقامه. غير ذلك اقامه العمل في ماليزيا، فاضطر الناس انهم سجلوا، وان طبعا هربا من الواقع اللي يحدث في بلادنا من الاوضاع السيئه والصراعات الموجوده، اذا الارض قطرا والتي وضعت اوزارها في عام 2015، واصبح اليمن يعني صعب الرجوع اليه لما نعانيه من مشاكل الحرب. عايشين صابرين على و معتمدين على بطاقة يو ان، ومعظمهم يعني او اغلبهم اضطروا الى يسووا اقامة السجن الخاص. هؤلاء يعني من النوع اللي السفارة قدمت خدمة جيدة، السفارة اليمنية قدمت خدمة جيدة للجهة اليمنية من باب الرأفة بمواطنين الجمهورية اليمنية. لكن المشكلة الحقيقية هي انه يعني البطاقه لا تضر ولا تضر. انت حامل البطاقه لا تعمل، انت حامل البطاقه تستطيع ان تتعالج. البطاقه هي عباره عن تعليم. نعم سيد وليد. طيب تفضل. نعم، في سياق الحديث عن هؤلاء يعني الطالبين للملفات اللجوء أو من قدموا ملفات لجوء، وهنا أنا أتوجه بالسؤال إلى الدكتورة لينا خالد. دكتورة لينا، يعني كناشطين في مجال الدفاع عن حقوق هؤلاء الذين قدموا طلبات لجوء إلى داخل إلى مكاتب مفوضية اللاجئين في ماليزيا، ترى ما هي أبرز مطالبهم بالضبط؟ عفوا الصوت غير واضح دكتورة، يعني كنت سألتك هؤلاء الذين قدموا الآن ملفاتهم إلى المفوضية، ما هي أبرز مطالبهم الآن بالضبط؟ أساس مطالبنا كلاجئين يمنيين أو أي لاجئ يمني أو أي لاجئ في مهما كانت جنسيته، أولا تأمين صحي. في حالات كثيرة محتاجة رعاية صحية مشددة، يعني مش أي رعاية صحية. ثانيا حق التعليم، أي لاجئ له حق التعليم وحق أنه يبني نفسه من أجل إذا كان في مرحلة أخرى من تقديم اللجوء في دولة أخرى يستطيع أن هذه الدولة تقدر تأخذه، لأنه إنسان مهيأ تعليميا وعمليا وفكريا. أيضا حق التدريب المهني، حق العمل. في عوائل كثيرة بتعول أسر بس ما فيش أي تصريح من الأمم المتحدة إنه يعمل في أي مكان في ماليزيا. يعني في هذا السياق الآن حتى نفهم الأمر بشكل أكثر وضوحا، المفوضية قبلت هذه الملفات أم لم تقبلها بعد؟ لا، هذه الملف أنا أتكلم عن ملفات اللاجئ اليمني، ما لهش أي حق من هذه الأربع الأشياء: إعادة التوطين، حق التعليم، حق العمل، وحق التأمين الصحي.
هذه الأربع الأشياء اللاجئ اليمني لم يحصل عليها أبدا من الأمم المتحدة. الملفات أو وضع الملفات غير واضح، ما فيش أي إجابة لماذا يعني الملفات هل قبلت مش الملفات؟ مفتوحة. هذه الملفات نحن نتحدث الآن عن حوالي 7000 أو أكثر من 7000 يمني قدموا ملفاتهم إلى المفوضية أو مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في ماليزيا. هل يعني ما هي إحصائية قبول هؤلاء؟ ما هي إحصائية من تم قبولهم من قبل المفوضية، وما هي إحصائية من تم رفضهم أو تم يعني تعليق طلباتهم إلى حين أو إلى وقت معين؟ إذا تقصد قبول الطلبات من أي ناحية؟ يعني الآن كلاجئ؟ نعم، ما هي الآلية الإجرائية التي يتم عبرها عادة لدى هذه المفوضية أن تقبل ملفات اللجوء، حتى نقارن هذا الأمر بما حصل لأكثر من 7000 يمني هم الآن في ماليزيا؟ أولا، آلية قبول اللاجئ هو زي ما قلت لك سابقا، إنه لازم يقدم بدون إقامة، جوازه يكون بدون إقامة، أي إنه يكون كاسر. بعد ما يتم قبوله يعطوه كرت موعد. هذا الكرت الموعد بيستمر أحيانا سنوات، يعني في أشخاص أو في عوائل بطائق الموعد لا زالت يعني قيد الانتظار، ما فيش يعني موعد يتم طلبهم له من أجل يعطوهم بطاقة اللجوء. حتى وإن أعطيت لهم بطاقة اللجوء، الفائدة الوحيدة منها هي أنك تكون مقيم رسمي نوعا ما في ماليزيا، بس كحقوق أخرى ما فيش، والحقوق اللي أنا ذكرتها سابقا. هذا الأمر للاجئ اليمني، هذا الأمر على ساري على اليمني. اليمنيين وغير اليمنيين من يحاولون تقديم طلبات لجوء في ماليزيا، أم أن يعني هذه الحالة خاصة فقط باليمنيين حتى الأمر يكون واضح للمشاهدين؟ بالنسبة أنا حتكلم عن اللاجئ اليمني، مش عاوزة أذكر اللاجئين الآخرين، لأنه في كثير جنسيات أمورهم سريعة أكثر من اليمني. حتى أنك لما تروح على الأمم المتحدة أو تتكلم مع أحد موظفينها يقول أنه في حالات أسوأ منكم. طبعا حتى اليمني حالته سيئة، يعني مهجر من بلاده بسبب حرب، بسبب تعنيف، بسبب أشياء كثيرة، يعني من حقه أنه يكون نفسه نفس أي واحد هارب من بلاده عشان حرب أو عشان تهجير أو عشان تعنيف، بس مع ذلك في أفضلية وفي تمييز. طيب، في سياق الحديث عن أنك قلت قبل قليل أن هناك تقديم لطلبات، يأتي بعد ذلك مسألة قبول هذه الطلبات من قبل المفوضية اللاجئين، بعد ذلك يتم إعطاء الكرت الموعد الذي قد يستمر لسنوات، ومن ثم يتم إعطاء إقامة اللجوء التي تتيح الإقامة قانونيا في ماليزيا وإن كانت لا تعطي أي يعني مزايا أو أي فائدة من حق التعليم أو حق التطبب وغير ذلك. فيما يتعلق بعدد من لديهم من قبلت ملفاتهم بالأصل وكذلك من أخذوا مواعيدا أو من أخذوا إقامات لجوء، هل هناك إحصاءات وفرز لكل هؤلاء؟ هل من معلومات حول ذلك؟ أولا، بخصوص موضوع أنه ما يستلم بطاقة اللجوء إلا بعد سنوات، مش للكل، يعني في أشخاص لاجئين أو مقدمين يمنيين بيستلموها خلال سنة 9 شهور، يعني مينيموم 9 شهور، بس في أشخاص بتستمر سنوات طويلة، يعني مش مستلمين بطاقة اللجوء، وحتى لما تروح تتابع في الأمم المتحدة يكون في تماطل وما فيش إجابة واضحة. بالنسبة للإحصائيات، إذا جينا نتكلم عن إحصائيات، ما فيش أي إحصائيات، ما فيش أرقام واضحة، ما فيش نقاش واضح من الأمم المتحدة للاجئين اليمنيين بخصوص كم عدد المقدمين، كم عدد اللي ملفاتهم ماشية، كم عدد الأسر المحتاجة إعادة توطين، هل في ملفات حركت لإعادة التوطين، هل في مقاعد دراسية للاجئين يمنيين، هل في تأمين صحي حتى لو كان لأشخاص حالتهم صعبة. كل هذه الإحصائيات مبهمة، يعني ما فيش وضوح. هذه المشكلة الكبيرة بين اللاجئ والأمم المتحدة، أنه ما فيش وضوح في التعامل، حتى أنك لما تروح تسأل ما تحصلش الإجابة الواضحة.
طيب دعيني في هذه النقطة أذهب إلى السيد وليد الفقيه الذي ينضم أو يعود إلينا عبر الهاتف. أرحب بك مجددا أستاذ وليد. فيما يتعلق بتعاملكم مع الجهات يعني الأمم المتحدة مفوضية شؤون اللاجئين، ما هي الردود التي تطرح عندما يعني يذهب مثلا فرد ما لأن يطالب ويسأل ويستفسر عن موعده؟ ما الذي يقولونه له؟ ما هي طريقة التعامل؟ هل يعني ما هي القصص التي تتوفر لديك حول هذا الموضوع؟ أولا القصص عديدة، ولكن سنختصر القصص بحاجة واحدة، أنه منذ أن تصل إلى بوابة اليو إن ويستقبلونك استقبال عبر الطابور، هذا أول شيء. ثم عندما تصل إليهم كيمني، أنا أتكلم كيمني كلاجئ يمني، لا يسمح لك بالدخول أو مناقشة ذوي المسؤولية في مشكلة معينة، مثلا تطلب الحماية، تطلب أن تقابل مسؤول الصحة من أجل أن لديك مريض أو لديك أي شيء، لا يسمحوا لك بالدخول حتى، يعني حتى على مستوى أنه هناك يعني مساجين يسجنوا يمنيون ونذهب نراجع عليهم، لا يوجد لدينا إلا كونتر نبلغ فيه برقم البطاقة حق الشخص أو رقم كرت الموعد ثم ننصرف. يعني ما فيش أي تعامل إنساني بحيث أنه يستقطب الحدث ويحل المشكلة، إنما مواعيد. طيب خلاص روح بلغت يلا الله يستر عليك، أو لديك مشكلة يقول لك عط رقمك وإحنا بنتصل لك، عبارة عن مماطلة ونوع من المعاملة التي قد تكون يعني نسميها بالعنصرية، لا 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 نستطيع أن نجد لها اسم غير هذا الاسم، عنصرية بحت بالذات نحن اليمنيين. يعني هذا الأمر ملاحظ فقط على يعني ليس ملاحظا على فئات أخرى أو على جنسيات أخرى ممن تحاول تقديم هذه الطلبات في لدى المكتب ويعني ويتم معاملتها بذات الشكل؟ هل هذه ملاحظة من قبلكم؟ هذه الملاحظة لاحظتها من قبلنا كثيرة، يعني على أنه اليمنيين فقط. بالنسبة لبقية الجنسيات اللي مقدمها لجوء وعددهم أكثر بالنسبة للرهونج يمكن 100 وشوية، تعاملهم بيكون تعامل تسلسلي، يعني حيث أنهم مقبولين لأنه من دول الجوار، لكن نحن كيمنيين ما لم أستطع أعرف ما هو اللغز الذي جعل المعاملة منذ بوابة اليو إن حتى إدارة اليو إن، لا يوجد لدينا أي اهتمام من قبلهم، ولا يوجد يعني لدينا زي الصفة المعينة منه هذا الشخص مصنف كلاجئ وله حق، لا مصنفين نحن نحن مسجلين لجوء عندهم فقط. حتى بمستوى المسجل الجديد كان من زمان في 2011 يسجل الواحد شهرين وعطوه البطاقة، الآن يسجل الواحد في 2018 وهذا نحن الآن في 2016 ولا زال على كرت الموعد. كرت الموعد هذا لا يحمل صورة فيه ولا يحمل ختم معين ولا شيء، ورقة مكتوب فيها رقم واسم، يعني ممكن إذا وجد مساءلة أمنية قد يتعرض للسجن، فما فيش أي حماية من ناحية هذه. الشيء الثاني مماطلة في المواعيد، مماطلة أيضا في البطائق، بطائق اليو إن يعطيك 3 سنوات عمر البطاقة، تنتهي البطاقة ويعطيك موعد لتجديدها، تحضر يخليك من الساعة 8 الصباح حتى الساعة 4 العصر، لا يقابلك ولا انترفيو ولا شيء، ويخرج لك في الأخير يقول لك تفضل هذه بطاقة تعالنا بعد 3 سنوات. يعني عبارة عن مماطلات ومعاملات قاسية وليست معاملة إنسانية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد وليد الفقيه، وكذلك دكتورة لينا خالد أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الذي ينضم لنا عبر الهاتف من فيينا. أستاذ توفيق، إذن معاناة لمقدمي طلبات اللجوء في اليمنيين في ماليزيا، كما يبدو أن ماليزيا كدولة غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، ما هو يعني ما هو الوضع هنا؟ ما هي أبرز الحقوق التي يفترض أن يحصلوا عليها؟ هل هناك إشكالات قانونية؟ كيف ترى المسألة؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهديك ولضيفيك الكرام. أنا في حقيقة الأمر يعد اللجوء حق من حقوق الإنسان، خاصة إذا توفرت فيه الشروط والظروف المعينة وفقا لاتفاقية اللجوء 54 والمعدلة في الستينيات. اللجوء عبر مكاتب المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين هو أحد الخيارات المطروحة، لأن الأساس في اللجوء أن يكون
أمام الدولة، أو أن يكون الشخص على أراضي الدولة التي يرغب اللجوء فيها. لكن حالة اللجوء عبر مكاتب المفوضية السامية هي حالة استثنائية من تقوم على أساس التوطين، بمعنى أن اللاجئ أو الشخص الذي أصبحت وطنه خطرا عليه يقدم أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق لشؤون اللاجئين، وهي هذه تقوم بترشيح مجموعة من الأعضاء على مجموعة من الدول الراغبة في استقبال مجموعة من اللاجئين، بحيث هذه الدولة تقوم بدراسة هذه الملفات ثم بعد ذلك تقبل ذلك من عدمه، بمعنى أن المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين هي دولة وسيطة، هي عبارة عن أداة وسيطة فقط، وطبعا مع مجموعة من المعايير. المعيار الأول أن وجود خطر حقيقي على هذا الشخص في بلده غير قادر أن يعود إليه مرة ثانية، أن يكون خلال الفترة التي تقدم فيها للتسجيل أن يثبت أنه لم يستطع أو لم يعد إلى وطنه مطلقا. وهنالك مثال دائما يضرب بالعراقيين على سبيل المثال الموجودين في الأردن، عندما يجب أن يثبتوا أنهم لم يعودوا للعراق، ثم بعد ذلك عملية الفرز والترشيح والمقابلة أمام السفارات لقبول ذلك من عدمه. لكن الإشكالية، وهذه الأمور ربما تنطبق على اليمنيين وغير اليمنيين، لكن في إشكالية يبدو أنها واضحة في اليمنيين، ليس في ماليزيا فقط وإنما أيضا موجودة في مصر، على ما أعتقد موجودة في تركيا. هنالك وضع معقد بالنسبة لليمنيين، من المفترض أن المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين توضح هذا التعقيد، سبب هذه المماطلة، سبب هذا الوقت الطويل لليمنيين. هل هو يعني يعتمد على أسباب سياسية متعلقة بالدول التي تمنح حق التوطين، أم أن الأمر متعلق بإجراءات متعلقة بشؤون المفوضية نفسها؟ لأن المفترض أن الناس سواسية أمام مكتب الأمم المتحدة، ويعامل اليمنيون كما يعامل غيرها من اليمنيين، خاصة في ظل وضع الحرب التي تعيشه اليمن. طيب في هذا السياق، يعني من المسؤول أو من يمكن لهم هؤلاء من يقدموا هذه الطلبات، ومن يعني فقدوا مثلا، هناك من أعطيت إليهم إقامات لجوء من قبل المفوضية لكنهم لا يحصلوا كما قالت الدكتورة لينا، لا يحصلوا على حقوق الرعاية الصحية وحقوق التعليم وحقوق العمل كذلك، من يجب أن يعني إلى من يجب أن يذهب هؤلاء للحصول على هذه الحقوق؟ لا، أنا أعتقد أن ما يمنح من خلال البطاقة هي ليست لجوء، وإنما هو وضع استثنائي مؤقت، لأن وضع اللجوء بموجب الاتفاقية هو أن يعامل اللاجئ نفس معاملة المواطن، بمعنى يحصل على كافة الإجراءات الحقوق القانونية سواء التعليمية أو الصحية أو المتعلقة بقانون العمل، باستثناء الحقوق السياسية التي هي تدخل في الإطار السيادي فقط. لكن أنا أعتقد ما يحدث من قبل المفوضية هو وضع استثنائي مؤقت بين قوسين، خاصة الإشكالية تتعقد أكثر عند الدول التي إما أن تكون غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، أو تكون موقعة على هذه الاتفاقية مع وضع مجموعة من الاستثناءات. هنالك بعض الدول موقعة على اتفاقية اللجوء، لكنها تستثني بأنها يعني تستثني نفسها من مجموعة من الالتزامات التي ترى بأنها ستشكل عبء مالي أو عبء أمني عليها، وبالتالي هذا أمر مختلف تماما. أنا أعتقد البطاقة التي تمنحها المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين هي بطاقة مؤقتة، لا تمنح الشخص اللجوء الكامل، لأن اللجوء الكامل هو قرار سيادي يصدر من الدولة التي تدرس الملف، أو يكون الشخص اللاجئ على أراضيها، فإذا صدر هذا القرار بقبول هذا اللاجئ يمنح كافة الحقوق كما قلت لك، باستثناء الحقوق السياسية ذات الصفة السيادية. طيب في هذا السياق، يعني هل أفهم منك أنه قد يحق للسلطات الماليزية يعني التعامل بأي شكل من الأشكال مع هؤلاء من يحاول تقديم هذه الملفات؟ يعني مثلا هل يمكن لهم مثلا في لحظة من اللحظات أن يعيدوهم إلى اليمن؟ هل يحق لهذه الدولة أن تعيدهم إلى اليمن؟
لا، من المفترض أنه بعد أن يصبح تحت الحماية المؤقتة للمفوضية السامية أو المفوضية اللاجئين، من المفترض أن الحكومة الماليزية لا، لكن هنالك الأمور السيادية يحق لهذه الدولة، خاصة كثير من الدول تتذرع بالحقوق أو تتذرع ببعض القضايا الأمنية والخطيرة، كما رأينا بعض المصريين الذين تم ترحيلهم إلى مصر في قضايا معينة تحت مبررات متعلقة بالأمن القومي لهذه البلد. لكن المفترض اليوم أنه العلاقة اليوم أصبحت ليس بين اليمنيين أو بين من يتقدم من المفوضية أو دولة ماليزيا، وإنما أصبح هناك اليوم علاقة بين مكتب المفوضية وما والدولة الماليزية، وبالتالي أي خلل على الدولة الماليزية أولا أن تثبت وجود خطر حقيقي أو أمني على هذه الدولة من أجل ترحيله. أما في غير هذه الاستثناءات فأعتقد أن الأمر يعد مخالفة لاتفاقية اللجوء المنصوص لاتفاقية اللجوء وبنودها المنصوص في الاتفاقية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد توفيق. أعود إليك دكتورة لينا خالد فيما يتعلق بالحديث، يعني أو يعني شرح أو فصل أستاذ توفيق فيما يتعلق بالمسؤولية التي تقع على مفوضية شؤون اللاجئين، مسألة الحقوق السيادية للدول التي تدرس الطلبات، وهذا ما يجعلني يعني أنا أسألكم الآن، ما هي الخطوات التي قمتم بها أنتم الآن أو التي ستقومون بها فيما يتعلق بهذه الملفات، هذه الطلبات، على ضوء ما تفضل به الأستاذ توفيق؟ هل تقصد خطة من إيش إحنا ناويين نعمل أو تمام. اللاجئين اليمنيين إيش خطتهم للنقاش مع الأمم المتحدة؟ نعم. طبعاً إحنا كلجنة تطوعية للدفاع عن اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، أول قرار أو أول خطوة عملناها تعاملنا مع محامي أو مع مكتب محاماة في كوالالمبور، وكنا كأول خطوة طلبنا نقاش مع الأمم المتحدة، طلبنا موعد للمقابلة والنقاش عن حول ملفات اللاجئ اليمني، ما هو سبب إهمالها إلى هذه الدرجة. حاولنا مرارا وتكرارا، المحامي أو مكتب المحاماة أعاد إرسال الرسائل لأخذ موعد مع الأمم المتحدة لأكثر من 4 مرات، مندوبين من المحامي محامين راحوا إلى مقر الأمم المتحدة في كوالالمبور، طبعا ما فيش أي تجاوب، ما طلونا بالموعد، كانوا تواصلوا مع المحامي، يعني إيش أقول لك، يعني زي اللي بياخذوا وقت، يعني إنه الأسبوع القادم حنحدد لكم موعد، الأسبوع اللي بعده، لحد يعني لحد الآن ما فيش أي موعد. إحنا كخطوة ثانية أو بلان بي ما فيش معنا غير إن إحنا نقف احتجاجا مطالبة بحقوقنا، يعني اللي هي حقوق أي لاجئ مقدم على الأمم المتحدة. إحنا الآن بنجهز وقفة احتجاجية إن شاء الله، وقفة صامتة مسالمة ما فيهاش أي إساءة لا للحكومة الماليزية ولا لأي جهة غير الأمم المتحدة، فقط فيها نطالب بمعرفة ما هي حقوقنا، لماذا ملفات اللاجئ اليمني مهمشة، وأين الحقوق العادية اللي هي إعادة التوطين، دام أن دولة ماليزيا غير موقعة مع اتفاقية اللجوء مع الأمم المتحدة. في الخطوة اللي هي يأخذوا اللاجئين اللي هم في الدول الغير الموقعة إلى دول موقعة باتفاقية اللجوء، وهذا ما بيتم في الدول، في كل الدول يعني. ثاني شيء، حق التعليم وحق التأمين الصحي وحق العمل، اللي هو أهم نقطة لأكثر اللاجئين اليمنيين في السجون بسبب تهميش حق العمل، ما فيش لأي لاجئ حق أنه يشتغل، باستثناء طبعا بعض الجنسيات اللي هي معها تصريحات للعمل من جهات أخرى وليس من اليو أن، ولا نعرف يمكن يكون في أيضا تصريح من اليو أن، بس اللاجئ اليمني ليس له تصريح بأن يعمل. وزي ما قلت لك أغلب اللاجئين في سجون ماليزيا بسبب أنهم بيمسكوا وهم بيشتغلوا بدون تصريح، يعني البطاقة اللي هم بيعطوها ما لهمش أي حق أنهم يشتغلوا فيها. طيب أعود إلى الدكتور أو عفوا إلى الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، يعني سمعت أنت ما تفضلت به الدكتورة لينا، ما هي النصائح بهذا الخصوص؟ ما هي المخاطر التي يمكن أن تحدث أو المحاذير إن صح التعبير فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الموضوع في ماليزيا بالتحديد؟
وانا اعتقد اليوم انه عمليه ترتيب اليمنيين واوضاعهم في ماليزيا، بمعنى ترتيبهم في كيانات حقوقيه او تطوعيه لمثل هذا الامر، خطوه مهمه على الاقل ان يكون هنالك حامله ترفع مطالبهم، تواصل احتجاجاتهم، تلتقي بالمفوضيه، تعرف الاسباب بهذا الخصوص وتتضح الصورة وتتكون صورة كلية في هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا على اليمنيين أيضا أن يكونوا يعني في قضية الأسباب الجوهرية لأسباب لجوءهم، يجب أن تكون هذه أسباب مدروسة ووجيهة وواقعية، وأتمنى أن تكون قبل أن يتقدم المفوضية لشرع أسبابه أن تعرض مع المحامين أو مستشاري، لأنه هنالك أسباب قد لا تكون وجيهة وقد لا تكون أيضا مقنعة وقد لا تكون دقيقة، وبالتالي لا تتعامل المفوضية والدول بجدية مع هذه القضايا وتجعلها يعني على الهامش. الأمر الثاني أيضا تأكيد أن يكون هنالك إثبات واضح بأن عودة هؤلاء إلى اليمن يشكل خطر على حياتهم. قضية الأسباب العامة أنه اليمن تعيش حالة حرب وأن اليمن تعيش حالة قتل وأن هنالك قصف وهنالك حصار، هذه أسباب عامة لا يمكن أن تمنح الشخص اللجوء. اللجوء يعتمد على السبب المباشر والخاص الشخصي. لماذا أنت لا تستطيع أن تعود إلى اليمن؟ ما هي السبب المباشر الشخصي الخاص بك؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن اليمنيين أيضا أن يصبروا. قصة العودة والدخول والإياب أيضا هذه الأمر يشكل خطورة على منحه حق اللجوء، لأنه من شروط اللجوء أن تقيم في الدولة الأجنبية، بمعنى أن تقيم في ماليزيا وأن تثبت أنه خلال هذه فترة التقديم لم تغادر ماليزيا، لم تذهب إلى أي دولة، لم تعود إلى اليمن. وهذه الأمور يجب أن يأخذوها اليمنيين بعين الاعتبار، وأتمنى أن تكون هنالك توعية سواء تقوم بالشراكة بين الجهة التي نظمها اليمنيون ومنظمات حقوقية في ماليزيا أو حتى نشطاء حقوقيين ماليزيين لتوعيتهم وتبصيرتهم خاصة بقانون وباتفاقية اللجوء وقوانين اللجوء وإجراءات اللجوء حتى ممكن المفوضية نفسها. هذه أمور مهمة يجب أن يدركها اليمنيين في الخارج. أشكرك أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. بالعودة إليك سيد وليد الفقي، يعني فيما يتعلق بأن هناك أكثر من 7000 لمن قدموا طلبات لجوء، كيف يعيشون الآن هناك في ماليزيا؟ كيف يعني هل كيف يتدبرون أمورهم؟ كيف يتدبرون أمور أطفالهم إذا كان معهم أطفال؟ أولا اسمح لي أن أشكر الأستاذ توفيق الحميدي الناشط في اليمني في فيينا على توضيحاته الجميلة والتوضيحات التي وصلت إلينا جميعا. وأحب أن أضيف إلى التوضيح أنه نحن كلجنة تطوعية للدفاع عن حقوق اللاجئين اليمنيين طبعا صبرنا 8 سنوات بالنسبة لي ولزملائي الذين لاجئين من 2011، 8 سنوات. بعدها اتجهنا إلى القانون، القانون عن طريق المحامي وان أزمير، فتحنا ملف لرفع دعوة، نريد أن نصل صوتنا إلى السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. أيضا لدينا اتحاد يمني، اتحاد اللاجئين اليمنيين يقوم بدوره وبما يستطيع عليه ولا ننكر جهوده، لكن بالنسبة للمعيشة اليمنيين اللاجئين معيشة ضنكة، معيشة صعبة، يعني قد معظم الأسر تطبخ في بيوتها يعني تحاول تبيع بحيث أن تغطي إيجارها، وبعضهم من خلال أهاليهم إذا كانوا أهاليهم في دول زي السعودية زي أمريكا يساعدوهم، وبعضهم يعني أحوال متعددة، والبعض يعمل ولكن خفية، وهناك خوف يعني أن العمل ممنوع كلاجئ ممنوع تعمل. أيضا في نفس الوقت نحن في دولة ماليزيا نحترم القانون الماليزي ونحترم نظام ماليزيا، كيمنيين مواطنين مغلوبون على أمرهم لا نستطيع أن نخالف أو نسيء إلى مملكة ماليزيا وإلى حكومتها ولا شعبها، بل بالعكس نحن نشكرهم ونحن يعني نطالب من المفوضية أن تضع حل مشكلتنا عبر السيد فيليبو غراندي الأمين العام المفوض السامي العام
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، يرسل لجنة أو يشوفوا حل لهذا المكتب الذي لم يلقي لنا أي اعتبار ولم يعيرنا أي اهتمام. أشكرك إذن يعني سيد وليد الفقيه الناشط في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، كنت معنا عبر الهاتف وقبل ذلك عبر سكايب من كوالالمبور. وأرحب الآن بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، الناشطة الحقوقية السيدة مليون العنسي أيضا من كوالالمبور. أرحب بك سيدة مليون. فيما يتعلق بملف اللاجئين اليمنيين هناك، هل كان هناك تواصلات في بهذا الخصوص مع المنظمات الحقوقية الماليزية المعنية بهذا الموضوع؟ هل كانت هناك تواصلات بهذا الخصوص لمحاولة معالجة الأمر وربما إيجاد استثناءات خاصة لليمنيين في ماليزيا؟ شكرا لك أخي العزيز. طبعا لا أعتقد أنه حصل مثل هذا التواصل، لأنه زي ما قلنا دولة ماليزيا غير موقعة على قضية استيعاب اللاجئين، وبالتالي كان التعامل مع اليو ان. يعني كل ما يروح الانسان يسال او يشوف ايش مصيره، طبعا اجابوا له مجرد بطاقه، البطاقه هذه لا تغني عن شيء، فقط بطاقه التعريفيه انه هذا فلان فقط، لكن لا تستعمل لاي شيء. اللاجئ هنا يعني طبعا دولة ماليزيا نشكرها حكومة وشعبا على استقبال اليمنيين، لكن لا ليست مسؤولة عن أي شيء، المسؤول عن اللاجئ اليمني هي المفوضية، وكونه يعني لاجئ زي أي لاجئ من أي جنسية، لكن للأسف لا. لم نجد أي تجاوز. بهذا الخصوص هل كان دور للسفارة اليمنية هناك في متابعة مكتب المفوضية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ السؤال عن هذه الأسباب التي يعني تعرقل ملفات اليمنيين أو ما شابه. لا أظن أن السفارة تدخلت في الموضوع، ولا أعرف السبب. الذي أعرفه أنه المجموعة هذه اللي يعني أنا من ضمنها مجموعة تطوعية تناشد مكتب المفوضية بالنظر إلى اللاجئ اليمني الذي يعني شرد من وطنه ويعيش الآن في حالة ضياع، يعني لا شغل لا تعليم لا صحة، يعني كيف يعيش؟ السؤال كيف يعيش أجنبي في دولة ليس له فيها أي حقوق؟ أشكرك سيدة مليون العنسي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. بالعودة إليك دكتورة لينا بعودة أخيرة، أسألك ذات السؤال، ما هو يعني كيف تتابعين الدور الحكومي فيما يتعلق بهذا الملف؟ هل كانت هناك خطابات مع السفارة اليمنية في ماليزيا في كوالالمبور؟ اولا احب ان انوه فيما يتعلق بالسؤال اللي سالته للاخت مليون العنسي، الحكومه السفاره اليمنيه ليس لها اي دخل بما يتعلق باللاجئ اليمني، السفاره اليمنيه تهتم فقط بامور الجاليه اليمنيه وليس من شانها امور اللاجئ او اي لاجئ يمني، امورها بس تختص فيما يتعلق بامور الجاليه، بامور الطلاب، رجال الاعمال وما الى ذلك. اللاجئ اليمني معنا اتحاد اللاجئ اليمني، ومشكورين بمساعيهم وأعمالهم، عاملين دور كبير ومجهود كبير للاجئ في ماليزيا. الدور الحكومي، هل تقصد إحنا علاقتنا مع الحكومة الماليزية؟ يعني أنا كان السؤال الخاص كان هو متعلق بدور الحكومي اليمني، السفارة اليمنية فيما يتعلق بمتابعة من مثلا يسجن، من يواجه مشاكل ويحمل الجواز والجنسية اليمنية، لكن أنت أوضحت الآن أنهم ليس لهم علاقة بمن يطلب لجوءا، هذا الأمر واضح. طيب في سياق آخر فيما يتعلق أو بسؤال أخير أيضا فيما يتعلق ب محاولة مخاطبة المنظمات الحقوقية الماليزية لمحاولة وضع استثناءات لليمنيين، لمحاولة الضغط على الحكومة الماليزية أو ما شابه، هل تم مثل هذا الأمر؟
أولا إحنا لسه لجنة تطوعية، إحنا لسنا مؤسسة مسجلة عشان نقدم رسائل لمنظمات ماليزية حقوقية. إحنا في صدد تأسيس مؤسسة للدفاع عن حق اللاجئين وعن اللاجئين في ماليزيا. بعدها الخطوة الثانية إحنا نقدر نقدم للرسائل لمنظمات حقوقية ماليزية ويتم نقاش فيها وتبادل أفكار، تبادل فرص لتحسين وضع اللاجئ اليمني في ماليزيا. بس حاليا وقانونيا أنا ماليش أي حق إن أنا أخاطب أي جهة حكومية بدون ما أكون مؤسسة أو أكون جهة رسمية واضحة. إحنا الآن لجنة تطوعية، بس زي ما قلت لك إحنا في صدد تأسيس جمعية إن شاء الله. كل التوفيق إذن لكم دكتورة لينا خالد، الناشطة في مجال الدفاع عن اللاجئين اليمنيين المتواجدين في ماليزيا. كنت معنا عبر السكايب من كوالالمبور، شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.